أعلنت خلية الإعلام الأمنية عدم تسجيل أي خروق أمنية خلال الزيارة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. المتحدث باسم الخلية العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي أكد أن خطة الزيارة تعتمد بشكل كبير على الجهد الاستخباراتي. لا توجد أي خروقات أمنية في عموم مدينة بغداد، وما قدمت الأجهزة الأمنية كان أداء عالي ومنضبط، وكانت الخطة تختلف بشكل كبير عن السنوات السابقة من حيث الانسيابية وقلة القطوعات. الجهد الاستخباري جهد عالي بدأ قبل الزيارة، يتكون من كل الأجهزة الأمنية والاستخبارية من مخابرات وأمن وطني واستخبارات عسكرية واستخبارات الحشد وكل الصنوف والتشكيلات المتعلقة بالاستخبارات في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية. يقدموا المعلومات قبل الخطة ولا زالوا مستمرين بتقديمها، وستستمر جهودهم إلى إخراج آخر زائر من مدينة الكاظمية المقدسة. هنالك دور كبير لأمن الحجز الشعبي من خلال الطوق الثاني والمسك في 8 محاور استراتيجية ومهمة وأربعة جسور هي في محيط مدينة الكاظمية. هذه المناطق وهذه المعابر الحيوية الحجز الشعبي يؤدي فيها وظيفة كبيرة. هنالك أيضا جهد كبير لعمليات هيئة الحشد الشعبي وقيادة عمليات بغداد هيئة الحشد الشعبي من خلال القوة المشتركة من 16 لواء التي يتم الآن تعمل الآن في الطوق الثالث، سواء كان في مداخل العاصمة أو محيطها، وتستقبل الزائرين وتسهل وصول الزائرين وانسيابية الحركة.